أنا جيت اليوم لحتى أحتفل بانتصار حلب، وانتصار حلب هو بداية لانتصار سوريا كلها. انتصارنا كتير كبير بحلب، يعني صمدنا كتير وقاومنا كتير تحت القذائف، ما في مازوت لا في خبز، قاومنا كتير وانتصرنا بإذن الله. ونحن اليوم نحن جايين نوصل رسالة لسيادة الدكتور بشار الأسد إنه نحن انتصرنا بحي حلب الشهباء ومبسوطين كتير. نحن إن شاء الله نصر حلب كله ومعروف بكل العالم، حلب نصرة حلب وسوريا كلها بأجملها بإذن الله، منصورين بحلب وأجملها كلها إن شاء الله، من الشام وحمص ودير الزور وكل البلاد، القامشلي والحسكة، وإن شاء الله كلها منصورة. شباب